بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نظرا لأهمية بطاقات الحساب الذهني سواء بالنسبة للمعلم أو المتعلم في إنجاز أنشطة الحساب الذهني وكذلك بعض الأنشطة الاعتيادية، سأشارك معكم طريقة سهلة وبسيطة في إعداد هذه البطاقات وكذلك طريقة تثبيتها على السبورة. فلنبدأ على بركة الله. الوسائل التي يمكن أن نستعملها لإنشاء بطاقات الحساب الذهني، إذن هي ورقة بطاقات الحساب الذهني الموجودة بآخر كراسة المتعلم الخاصة بمادة الرياضيات لأي مستوى، مثلا هنا لدي جيد في الرياضيات المستوى السادس، والغلاف اللاصق وأيضا المقص. إذن كأول مرحلة سوف نقوم بقص بطاقات الحساب الذهني من الكراسة. بعد قص بطاقة الحساب الذهني من على الكراسة، نحاول أن نقوم بقصها من الجوانب. هنا كتبوا لكم الطريقة، لكن هناك طريقة صراحة أسهل وأفضل دون استعمال ورق المقوى وأيضا دون نسخها. ثم بعد ذلك نأخذ الغلاف اللاصق ونحاول أن نلصق ورقة الحساب الذهني على هذا الغلاف من جهة واحدة فقط. إذن على هذا الشكل. ثم نضع الجزء الآخر للصاق أو للغلاف اللاصق على خلفية البطاقة أو البطاقات. نحاول أن نفرغ الهواء من داخل الغلاف اللاصق، ثم بعد ذلك نقوم بقص هذه الورقة من الجوانب فقط. يمكننا أن نحتفظ بهذا السمك أو يمكننا أيضا أن نضيف سمكا آخر، وذلك بإعادة استعمال غلاف لاصق آخر، كما يمكن فقط أن نستعمل هذا السمك فهو أيضا مناسب. أنا سوف أستعمل غلاف آخر. يعني سوف نقوم بإعادة التغليف، وتبقى هذه المرحلة اختيارية لأنه في هذه المرحلة فهو مناسب جدا. أيضا نضع الورقة المغلفة مسبقا ونعيد وضع الجزء الآخر فوق خلفية الورقة. نستعمل المسطرة لتفريغ البطاقة من الهواء وأيضا نقوم بالقص. إذن كأول مرحلة فقط نحاول أن نقص الجوانب، ثم بعد ذلك سوف نقص البطاقات كل بطاقة على حدة. هذه الطريقة يعني دون استعمال الورق المقوى، لأن إذا استعملنا الورق المقوى هنا سوف يعني لن نستفيد من الخلفية، ولكن في هذه الحالة سوف نضطر إلى نسخ الخلفية
يعني نضع الواجهة ثم الورق المقوى ثم النسخة ثم نقوم بتغليفها. هذه أيضا طريقة مناسبة، لكن من الأفضل أن نستعمل هذه الطريقة. إذا سوف نحاول أن نقص كل بطاقة على حدة. إذا هنا نكون قد حصلنا على بطاقات ذات سمك جيد، يمكننا استعمالها في أنشطة الحساب الذهني، كما يمكننا أيضا أن نستعملها في الأنشطة الاعتيادية. هنا يمكن للمعلم أن يستفيد من البطاقات ومن الخلفية، كذلك أثناء الاشتغال ببطاقات الحساب الذهني، كما يمكن لهذه البطاقات أن نقوم بتثبيتها على السبورة باعتماد الطريقة التالية. إذا سوف نستعمل هذا النوع من المغناطيس، هو يكون في علبة السطرنج. علبة السطرنج الممغنط تأتي معه حزمة من المغناطيس يمكن استغلالها. هذه هي الطريقة التي أعتمدها. إذا كانت لديكم طريقة أخرى يمكن أن نثبت بها الوسائل التعليمية على السبورة، نرجو مشاركتها في خانة التعليقات حتى تعم الفائدة على الجميع. إذا هنا سوف نحتاج إلى لصاق، نحاول أن نأخذ مثلا قطعة من هذا المغناطيس، نضع فيه أو على ظهره قليل من اللصاق ونضعه فوق البطاقة. إذا نتركه ثم بعد ذلك نضع قليل من المغناطيس ثم نضع قليل من اللصاق فوق البطاقة أو فوق قطعة المغناطيس ونتركها تجف قليلا. إذا بنفس الطريقة سوف أستمر حتى أنهي كل البطاقات. هنا تركت هذه البطاقات التي سوف أقوم بتثبيتها على السبورة لإنجاز بعض الأنشطة الحساب الذهني، وأخذت ورقة أخرى لبطاقات الحساب الذهني، قمت بإلصاقها على الغلاف اللاصق فقط مرة واحدة. سوف أشارك معكم أنشطة الحساب الذهني في فيديو آخر، سوف تجدون رابطه في خانة التعليقات أو نهاية هذا الفيديو. وبذلك نكون قد حصلنا على بطاقات الحساب الديني هنا ذات سمك جيد، إذا فقط تغليفها لمرة واحدة. هنا قمنا بتغليفها يعني مرتين، كما يمكننا أن نحتفظ بهذه البطاقات داخل ظرف. وبذلك نكون قد توصلنا إلى إنشاء بطاقات حساب ذهني وأخرى يمكن أن نثبتها على السبورة. نلقاكم في وسيلة تعليمية أخرى، إلى حينها نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.